انك تكون مطمن ده شيء ما يطمنش الحقيقه خالص، وده الاحساس الغالب عند جماهير نادي الاهلي، واللي ارجو طبعا واتمنى وده اكيد بالنسبه لي ما فيهوش نقاش مش واصل للعيبه. ليه؟ لانه انت كنت داخل نهائي دوري الابطال النسخه اللي فاتت، الاحتمالات كانت 50-50 زي ما بيقولوا، الزمالك منافس تقليدي، غريم محترم، فرقه محترمه، وبالتالي الاحتمالات دي كانت مخلياك واخد حذرك، اعلى درجات تركيزك، اقصى درجات مجهودك. فكره بقى انه كايزر تشيفز اقل من الفرق اللي كانت بتنافسك السنه دي، وانه وصوله اساسا للدور النهائي يعتبر مفاجاه البطوله على حساب فرق زي الوداد والترجي وسان داونز، كانت فرق مرشحه انها توصل المباراه النهائيه، ده في حد ذاته ما يطمنيش. وده انا هسال، يمكن كنت بسال كابتن احمد صديق اللي برحب بيه طبعا مره ثانيه في السادسه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك وصوما مقبولا باذن الله ان شاء الله. كنت بسالك ايه النهائي بين، او ايه الفرق بين النهائي اللي لعبه الاهلي في مشوار تحقيقه للتسعه عن الفرق بين النهائي او في النهائي اللي هيلعبه مع كايزر تشيفز ان شاء الله يوم السبت اللي جاي؟ هو يمكن زي ما انت قلت ان بالنسبه لنا فرقه كايزر تشيفز يمكن ما اقدرش اقول فرقه مجهوله، لكن ما لهاش تاريخ كبير. ودي اللي مصعبه الماتش من وجهه نظري. لكن انا عارف ان اللعيبه والجهاز الفني كله ملوش علاقه بكل اللي بيتقال ان الفرقه مستواها اقل او ان مفاجاه في الدور النهائي. خلاص في امر واقع ان انت هتلاعب كايزر تشيفز في النهائي، بالنسبه لك مفيش حل غير انك تكسب البطوله. انت لعبت اكيد ماتشات حاسمه، ماتشات فاصله، ماتشات النهائيات مع النادي الاهلي. الحمد لله. التعامل مع مباراه النهائي بيبقى مش مهم هتلعب حد ذاتها بالظبط كده، هو حد ذاتها مباراه نهائي وبطوله، هو ولا مرتبط بالفريق المنافس؟ هو اصعب ما في المباراه ان انت بتلعب مباراه على بطوله. فعشان كده انا متاكد 1000000% ان اللعيبه والجهاز الفني مركزين في المباراه، مش مهم هم هيلعبوا مين، اكيد متابعين الفرقه كويس قوي ودارسين الفرقه. يمكن ودي الحاجات اللي مميزه مستر موسيماني، انه للامانه بيدرس الفرقه كويس جدا جدا، يعني بيذاكر الفرقه بشكل كويس جدا. ومن بدري يعني مش بيجي قبل المباراه بيوم او اتنين يبدا يركز او يحضر للمباراه اللي هيلعبها، لكن لا دي من المميزات اللي موجوده عنده، بيقدر وبعدين هو اكيد تقريبا كمان هو لعب الفرقه دي اكتر من 18 مره تقريبا حسب طبعًا. يعني اذا كان مستر موسيماني حافظ افريقيا زي ما بيقولوا، حافظ فرق افريقيا، فبالتاكيد كل فرق جنوب افريقيا هي في الصداره كده. يعني بالظبط كده. فالمباراه صعبه جدا، بتلعب مباراه على بطوله صعبه ان انت محقق البطوله اللي فاتت، فالطبيعه كل المتوقع ان انت ان شاء الله تحقق البطوله بالمكسب المباراه اللي جايه باذن الله. لكن عندنا حاجات تطمننا، الحمد لله الاداء الفتره الاخيره، النتائج كمان بشكل كويس جدا، والاكثر من النتائج الاداء. دي حاجات بتبقى مبشرات او مؤشرات ايجابيه للفرقه، ان انت ان شاء الله انت النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، اكبر فرقه محققه البطوله، ان شاء الله تبقى المره الثانيه على التوالي، يمكن دي تقريبا ممكن تكون ثالث مره انك تاخد البطوله مرتين ورا بعض، 2005 و2006 و2012 و2013، وان شاء الله يبقى 2021 باذن الله. ده انجاز يضاف للجهاز الفني واللعيبه اللي موجوده. خد بالك